دورة الدوره الدورة والخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أنا أتقدم إليكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير على التعاون المثمر والروح الطيبة البناءة التي سادت بين الدول الأعضاء ورئاسة الدورة والأمانة العامة لجامعة للجامعة طوال الستة أشهر الماضية والتي أحسبها بحق فترة مهمة تضاف الى تاريخ العمل العربي المشترك. اذ حفلت بالتحديات التي استوجبت عملا دؤوبا بناء بيننا جميعا سواء على المستوى الوزاري او على مستوى الساده المندوبين الدائمين. لقد تفاعلت الجامعه الدول العربيه بالكفاءه والسرعه المطلوبين مع الازمه السودانيه التي اندلعت في شهر ابريل الماضي. فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 إبريل 2023 تلا اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو 2023 أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو 2023 والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة ووضعت إطارا لآلية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق جهودنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله وبما يحقق أمن, أمن شعبه الشقيق ويردع محاولة التدخل الخارجي في شؤونه وقد عقدت مجموعة الاتصال العربية اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة لتنسيق جهود التواصل, التواصل التواصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار. شهدت الرئاسة المصرية كذلك استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية. وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسه غير عاديه دعت اليها جمهوريه مصر العربيه يوم 7 مايو 2023. تلك العوده التي تمهد لدور عربي اكثر فاعليه في مساعده الاشقاء في سوريا على تجاوز ازمتهم الحاليه التي استمرت لاكثر من عقد من الزمن وادمت قلوبنا. لقد اكدنا في قرار عوده سوريا على ضروره الحفاظ على سيادتها ووحده اراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وهزيمة الإرهاب واتخاذ خطوات عملية وفعالة لتد... لتندرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتتويجا لهذه الجهود وبدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا هنا في القاهرة يوم 15 أغسطس الجاري لمتابعة تنفيذ بيان عمّان. وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة، متضمنا ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها. ومما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بياني عمّان والقاهرة هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد اثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الازمه السوريه. ونتطلع في هذا السياق الى مواصله اتخاذ الخطوات التنفيذيه لتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهره ودعم المجتمع الدولي لها وبما يتسق مع مصلحه الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا. هذا وفي خضم الاحداث المتتاليه لمختلف الازمات. حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة وبذل جهوده من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة فعقدت الجامعة جلسة طارئة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو 2023 تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشرعيه الدوليه بأن حل القضيه الفلسطينيه انما يستوجب انهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل الى الخطوط الرابع من يونيو 1967 وإقامة الدوله الفلسطينيه المستقله القابله للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقيه كما عقدت الجامعه اجتماع طارئ. على مستوى المندوبين واصدرت بيان بيانات تدين باشد العبارات انتهاكات المسجد الاقصى يوم 5 ابريل 2023 واحداث واحداث جنين يوم 4 يوليو 2023 وتحذر من ان اللجوء للعنف واراقه دماء الفلسطينيين لن تفضي الا الى المزيد من تأجيج العنف، والمزيد من التوتر في المنطقه باكملها. وحذرت الجامعه العربيه، ولا تزال، من ان المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسه في القدس، هو امر مرفوض جمله وتفصيلا. واكدنا، ولا نزال، ان المساس بالمسجد الاقصى بمساحته الكامله، ومحاوله تقسيمه زمنيا او مكانيا، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو, فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام وحجر الزاوية من أجل التوصل لسلام والتعايش في الشرق الأوسط أصحاب السمو والمعالي السادة الحضور، لقد تبنى مجلسكم الموقر على المستوى الوزاري خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالاتها منها جعل البند المتعلق بقرار السد الأثيوبي بندا دائما على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة. وهو ما يعكس استقرارا ورسوخا في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان. وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويجعل ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمه لا يمكن القبول باستمرارها. وود الاشاره الى البيان الصادر عن قيادتي مصر واثيوبيا في 30 13 يوليو، والذي تضمن الاتفاق على اعاده اطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف اربعه اشهر، من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. في هذا الاطار استضافت القاهره جوله مفاوضات ثلاثيه يوم 27 و28 اغسطس. تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الاثيوبي، وعدم وجود توجه لاخذ باي من الحلول الوسط الوسط المطروحه التي تلبي مصالح الدول الثلاث. كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الاثيوبي الاحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضه. ومع استمرار المساعي المصريه الحثيثه للتوصل لحل سلمي لهذا الامر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائيه وامنها القومي فاننا نتطلع الى استمرار دعم الجامعه العربيه لحث اثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الاحاديه والتحلي بالاراده السياسيه اللازمه للتوصل بلا ابطاء لاتفاق قانوني ملزم. في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع. كذلك تبنى مجلسكم الموقر خلال الدورة السابقة عددا من القرارات التي خاطبت الشواغل العربية في ملفات شديدة الحيوية كالملف الليبي الذي شهد قراره اعادة التأكيد على تطلعنا لاصدار القوانين الانتخابية من اجل عقد الانتخابات الرئيسية والبرلمانية بالتزامن في اقرب وقت. ودعم جهود لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية المشتركة وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي وإنجاز المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق كذلك صدر أصدر المجلس القرارات الخاصة باليمن وتلك المعنية بالتدخلات الخارجية في الشؤون العربية ومواجهة الإرهاب كما تضمنت الإشادة برئاسة واستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وإقرارا بمخرجاته وترحيبا برئاسة الأشقاء في الإمارات العربية للدورة الثامنة والعشرين منها وغيرها من القرارات تناولت مختلف المجالات الحيوية العربية وأولوياتها الراهنة وحددت بوضوح الموخ المواقف العربيه الجماعيه منها لقد اظهرت الجامعه في الفتره الماضيه قدرتها على الاستجابه السريعه والفعاله للمستجدات والانخراط باراده ومبادره واضحه في معالجه الازمات واننا اذ نقوم اليوم بتسليم الرئاسه الى المملكه المغربيه الشقيقه فاننا نثق في قدرتها على الاستمرار في قياده سفينه العمل العربي والابحار بثبات وثقه وسط هذه التحديات واستكمال المسارات المشار اليها في سبيل تعزيز القدرات العربيه المشتركه وتوحيد الرؤى واخذ زمام المبادره في معالجه ما يواجه عالمنا العربي من تحديات واستحقاقات اشكركم مره ثانيه اصحاب السمو والمعالي وتقدم بالتهنئه لاخي معالي السيد ناصر قريطة وزير خارجية المملكة المغربية على ترأسه أعمال الدورة المائة وستين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري